عن الرن اوف. من يقول لي طلاب الرن اوف شو يساوي؟ هو الرن اوف يساوي كميه ناقص كميه، من يقول لي شو يساوي؟ ببساطه طلابنا الاعزاء، ان حكايتين، كميه ناقص كميه، الكميه الاولى منه والثانيه منه. يعني حكينا بيها وايد، دائما نحكي بيها، وقلنا هذه هي الغايه من دراستنا الهيدرولوجي، انه نطلع الرنوف. دكتور، رنفل ناقص انفلتريشن تقريبا يعني نسبة الصحبي 70%، انه هو الرينفول المطر كعمق ناقص اللوسز الخسائر. احنا قلنا مياه الامطار من تجي عاصفة مطرية، مياه الامطار راح تسقط على ارض، شنو سمينا هاي الارض اللي تسقط عليها مياه الامطار؟ سميناها لها مصطلح هيدرولوجي. طلاب من يعرف؟ لها تسميات هواي، بس احنا قلنا نفضل مرات تسمية على تسمية. شنو سميناها بالمقدمة في أول محاضرة وأهم محاضرات أخرى مرات نحكي إنه الأمطار تسقط على أرض، هنا موجودة، هي موجودة أمامكم، الاسم موجود أمامكم طلاب. Watershed ممكن صح، أو الكاتشمنت اللي هو كل هذه مصطلح أو تسميات لمصطلح واحد، الكاتشمنت، البعض يسميها الواترشيد، البعض يسميها البيزن الحوض، لأن تشتغل مثل حوض لحوض يغذي النهر بالمياه. فمياه الأمطار تسقط على الكاتشمنت أو الواترشيد، هذه قسم من مياه الأمطار يصير ضوائع خسائر، إما تبخر أو احتجاز على النباتات يسميه انترسبشن، احتجاز على الأرض يسمونه ديبريشن أو ديتينشن، وإما انفلتريشن. وقلنا الانفلتريشن هو الجزء الأكبر من الخسائر، اعطيناه محاضرة كاملة وحكينا عليه. فإذا طرحنا عمق المطر، احنا قلنا المطر يقاس كعمق، فإذا أنت عندك عمق مطر والووترشيد مساحتها معلومة، ومجرد أن تضرب عمق المطر هذا العمق في المساحة راح تحصل حجم الأمطار الساقط. فإذا عمق المطر هذا من نطرح منه اللوسز الخسائر راح نحصل على الرنوف. الرنوف يطلع كعمق، وأيضا إذا أضربه في المساحة مع الووترشيد راح أحصل على حجم الرنوف. طبعا هذا حجم المياه، حجم الرنوف كميته كبيرة، لأن المساحات تكون كبيرة راح يكون مفيد، يكون له فائدة كبيرة في كووتر ريسورسز، مصادر مياه يستخدم في الري، يعني ينخزن. طبعا الرانوف ينخزن في خزانات ريسيرفوارز، ويستخدم في مشاريع الماء مثل الووتر سبلاي، مثل الريجيشن والى اخره. فاذا انت كمهندس مدني مهتم ومعني، يعني انت درست هيدرولوجي، واحد من الاهداف الرئيسيه لدراستك الهيدرولوجي حتى تعرف شلون تحسب الرانوف او تحدد كميه الرانوف. طبعا اكو طرق مثل ما نشوف بالموضوع الاخير الاستيميشن اوف ران اوف، عندنا هذه الطرق. عندنا تقريبا نام عددين 1 2 3 4 5 طرق تساعدنا في تقدير كميات ران اوف. طبعا الطريقه الاولى اللي هي الانفلتريشن ميثود، وهذه حكينا عنها بالمحاضرة السابقة وهسه نحكي عنها ببساطة. طريقة ثانية راشنال ميثود، والطريقة الثالثة اللي تعتمد على إما جداول كيبلز أو كيرفز منحنيات أو فورمولا
معادلات صيغ وضعية من دراسات تستمر لسنين، تابع المطر في جابيات مختلفة ومكانات مختلفة، فخلونا هذه المعادلات الوضعية تطلع لنا رانوف مباشرة. وعندنا الهيدروغراف وعندنا اليونت هيدروغراف. بالنسبة للهيدروغراف واليونت هيدروغراف راح ندرسهم في المحاضرة القادمة. بس قبل لا نجي هسه لهاي الطرق، لازم اكو امور مهمة تتعلق بالووترشيد بالجابية وبالريفر بالانهر، وايضا ب عوامل كلش هواي تأثر على الرنوف، لازم ناخذ فكرة عنها قبل لا نروح للطرق. الطرق اللي قلنا اللي طلع لنا الرنوف كعمق، بس الطرق اللي هذه راح نشرحها بالأخير انه هي تطلع لنا عمق الرنوف اللي هو السيح السطحي كعمق. مجرد ان ناخذ هذا الرقم كعمق اضربه في مساحة الجابية راح احصل على الرنوف كحجم. المهم قبل لا نبدي بالطرق هذه اكو مصطلحات تخص الجريان فوق الأرض وتحت الأرض من تسقط الأمطار. عندنا مصطلح مهم اللي هو الأوفرلاند فلو، وعندنا مصطلح آخر يسمونه بالأندر فلو أو سبسيرفيس فلو والإنتر فلو، وعندنا جريان ثالث يسمونه بالجراوند ووتر فلو. نجي هسه وحده وحده. شنو الاوفرلاند فلو؟ من اسمه اوفرلاند فلو يعني فوق الارض، فالامطار مثل ما قلنا من تسقط على مساحه من الارض سميناها الووتر شيد او الكاتشمنت، بعض من هاي الامطار راح ترشح تحت سطح الارض وسميناها هاي العمليه الانفلتريشن. طبعا بعض الامطار ما توصل للارض اصلا وانما تحتجز بواسطة الغطاء النباتي وسمينا هاي العملية بالانترسبشن. واللي يحتجز على الغطاء النباتي ممكن يسقط ويوصل للأرض وممكن يتبخر، هذه سميناها الانترسبشن لوس. زين، القسم الباقي من الأمطار اللي ما ارتشح راح يمشي فوق الأرض، هذا القسم اللي يمشي فوق الأرض سميناه بالأوفرلاند فلو. هذه كمية المياه، مياه الأمطار اللي ما ترتشح وتمشي فوق سطح الأرض إلى أن توصل للستريم سميناها بالأوفر لاند فلو. نجي الماي اللي يرتشح هم راح ينقسم قسمين، قسم يصادف طبقة مثل هذه المخططة، طبقة غير منفذة، راح يمشي باتجاه الريفر ولكن تحت سطح الأرض، نسميه بالأندر فلو أو السب سيرفيس فلو أو الانتر فلو. فإذا صار عندنا أوفرلاند فلو وصار عندنا الانتر فلو. الماء الارتشاح قلنا قسم منه يصير انتر فلو، وقسم آخر يروح عميقا يوصل إلى المياه الجوفية ويمشي مع المياه الجوفية، وإذا صادف مستوى المياه الجوفية أعلى من قاع النهر ممكن إنه مياه الجوفية أيضا توصل للستريم أو للنهر. هنا راح نسميه بالجراوند ووتر فلو. يعني معناه عندنا ثلاث أنواع من الجريانات تحدث، ثلاث أنواع من الجريانات تحدث لمياه الأمطار، اللي هي الأوفرلاند فلو والإنتر فلو والجراوند فلو. طبعا أسرعهم هو الأوفرلاند فلو. النوب بعدين هذا يستغرق ساعات أو دقائق ويوصل للريفر، هذا يطول أيضا شوي أبطأ الانتر فلو، بينما الجراوند ووتر فلو هو أبطأهن وياخذ أيام دايز، ياخذ أيام. ولذلك إحنا راح نشوف بالهيدروغراف، الهيدروغراف هو عبارة عن التصريف على المحور الشاقولي والتايم على المحور الأفقي. نشوف أنه العاصفة المطرية مدتها كم ساعة
تبدي وتنتهي في حين الجريان الاوفرلاند فلو والانتر فلو ويستمر حتى بعد انتهاء العاصفة المطرية. بس عرفنا هذه انواع الجريانات اللي تحدث من يسقط المطر على الجابية، يعني عندنا اوفرلاند فلو والانتر فلو والجراوند فلو، لان كلهن راح يشكلن او يمثلن ران اوف، و يغذن النهر بالمياه. عندنا مصطلح مهم الدايركت ران اوف. الدايركت ران اوف اللي هو احنا راح نكون معنيين به اكثر من التوتال ران اوف. الدايركت ران اوف هو يشمل فقط الاوفرلاند فلو والانتر فلو، اذا يشمل كميه المياه اللي جايه من الاوفرلاند فلو والانتر فلو. يعني هاي المعادلات الوضعيه اللي حاطينها هنا راح تطلع لي الدايركت ران اوف كحجم، طلعك كحجم. الجراوند ووتر فلو يسمونه بالبيز فلو، ومن ناخذ الهيدروغراف راح نشوف شلون الطرق اللي نستخدمها ونطلع البيز فلو وانفصله على انفصله عن الدايركت ران اوف. احنا عندنا توتال ران اوف، توتال ران اوف هو بالاوفرلاند فلو والانتر فلو والجراوند ووتر فلو، هذا يسمونه توتال ران اوف. اذا شلنا الجراوند ووتر فلو نسميه بالدايركت ران اوف. الجراوند ووتر فلو يسمونه بالبيز فلو. هذه كلها مصطلحات تتعلق بالران اوف، لازم انت تكون مستوعبها وفاهمها. طبعا عندنا ايضا اكو ستورج، خزن او خسائر يسمونها بالديبريشن ستورج، وهذه هي كميه الماء مياه الامطار اللي تحتجز بالبدلز البيتس والبونز اللي هي الحفر والمستنقعات، هذه تحتجز فيسمونها بالديبريشن ستورج. طبعا اللي يحتجز هذا بالدب اللي سميناه ديبريشن ستورج، قسم منه ممكن بعد ان تسقط كميه مياه او ممكن يحتجز مؤقتا والنوب يستمر بعدها اذا لقى منفذ ويوصل للستريم، وقسم منه ما يوصل ابد للستريم ويسميه بالديتيشن ستورج. المهم هذه على الكميات المياه هذه شوية صعب حسابها وتحديدها بالضبط، يعني منو عنده قابلية يشوف الحفر الموجودة بالقاع الجيد والجد يشيل الماء، ولذلك أكو برامترات تعبر عنها. وعندنا أيضا ستورج آخر، أنه بعد أن يوصل المطر قلنا من يوصل للستريم على شكل ران اوف اوفرلاند فلو والى اخره، راح يسبب انه الووتر ليفل يصعد مستوى المياه. من تصعد مستوى المياه اذا كان البانك الضفف مال النهر هذه تعبر ماي نفاذه، فقسم من المياه مياه الامطار اللي وصلت للنهر وصعدت المستوى قد تخزن بالضفاف. تخيل انه النهر طويل جدا معناه راح تجن كميات مياه كلش كبيرة، هذا يسمونه بالبانك ستورج اللي هو خزن الضفاف. هذه كلها نريد نعرف هذه الفواقد كلها حتى نعرف قد راح يصير عندنا صافي ماي من الأمطار اللي ممكن أن نخزنه ونستفاد منه. إذن هذه اللي يتعلق بالامطار وشون المطر يتحول الى رانوف. عندنا الكاتشمنت والجابيه وخصائصها ايضا لها تاثير كلش كبير على الرانوف. خصائص الجابيه لها تاثير اللي هي الووتر شيد او الكاتشمنت، وحتى يسمونها الدرينج بيزن يسمونها، او لها تاثير كبير
على الرنوف. طبعا هذا هنا احنا عرفنا الكاتشمنت والووتر شيد في مقدمة درسنا الهيدرولوجي في المحاضرة الأولى، هذا تعريف شوية أوسع. الدرينج بيزن اللي هو الحوض اللي يغذي النهر بالماء أو الووتر شيد أو الكاتشمنت، هي المساحة الكلية اللي تمثل حوض النهر واللي إلها سيرفس رانوف. طبعا احنا الرانوف عادة نسميه سيرفس رانوف، بس اختصارا نقول رانوف. الترجمة بالعربي للسيرفس رانوف السيح السطحي، سيرفس رانوف في كتب الهيدرولوجي باللغة العربية يسمونه السيح السطحي. فإذا بسبب العاصفة راح يصير عندنا سيح سطحي، فالمساحة الأرض اللي تمثل حوض النهر من عندها هذا السيح السطحي ينتج ويبذل أو يروح للنهر، يسمونها بالدرينج بيزن أو يسمونها الووتر شيد أو الكاتشمنت. طبعا هم حكينا احنا بالمحاضرة الأولى عن الكاتشمنت، وقلنا الكاتشمنت الباوندري مالها هاي الحدود مالتها، الحدود مالتها هذه تكون أعلى ما يكون، وتفصلها هذه الحدود تفصلها عن الكاتشمنتس الأخرى أو المناطق الأخرى، وسمينا هاي الحدود بالدرينج ديفايد، يسمونها بالديفايد أو الدرينج ديفايد. وقلنا الماء اللي يسقط على هاي الكاتشمنت، طبعا هاي الكاتشمنت تكون بيها منخفضات صغيرة نسميها ستريمز، قنوات، هذه هي اللي تنقل الماء إلى أوطأ نقطة بالكاتشمنت، وهذه الأوطأ نقطة بالكاتشمنت يسمونها تسميات هواي، يسمونها الأوتلت، أو ممكن نسميها الكونسنتريشن بوينت على اعتبار إنه هي تجمع كل المياه اللي ساقطة على هاي الكاتشمنت في هاي النقطة. والبعض يسميها الميجرينج بوينت، لأن من هاي النقطة راح يطلع الماء يروح للنهر، وخالين هنا عداد يقيس التصريف، يقيس التصريف، لأن الرن اوف كحجم هذا اللي يسقط على هاي الجابية ما يطلع بلحظة واحدة، وإنما يطلع عبر فترة من الزمن، فالحجم على الزمن راح يعطينا كيو تصريف، راح يعطينا تصريف. فهنا خالين عدادات يقيس لنا الكيو الناتج من الرن اوف، فلذلك هاي النقطة يسمونها الميجرينج بوينت اللي هي أوطأ نقطة بالكاتشمنت أو بالحوض اللي يغذي النهر بالماء. طبعا الستريمز بالجابية تبدي صغيرة يسمونها تريبيوتريز، فروع أو روافد، والصغيرة تصب بكبيرة والكبيرة تصب بكبيرة إلى أن تصب بواحد مشترك يسمونه المين ستريم اللي هو الكبير، القناة الكبيرة أو الرئيسية. طبعا المطر أول ما يسقط يمشي كشيد، صفائح مال ماي الى ان توصل الستريمز هذه الصغيره وتتجمع بيها، انه بيروح الى اوطى نقطه ويطلع من الجاويه. طبعا خصائص الجاويه قلنا لها تاثير كل كبير على الران اوف، وممكن نوصف خصائص الجابية فيزيائيا. طبعا هي الجابية لها مساحة ولها طول، لها عرض، لها سلوب، لها تربة، التربة لها نوعيات مختلفة، التربة بها ظروف رطوبة مختلفة، كلها تأثر على الرنوف. بها غطاء نباتي، بها استخدام أرض، لاند يوز. لاند يوز مصطلح مهم بالهيدرولوجي، انه شنو الارض شنو استخدامها؟ هل هي ارض زراعيه مزروعه؟ هل هي ارض سكنيه يسمونها اربنايز او اربنايزيشن يعني حضريه؟ هل هي رورال ريفيه؟ اللاند يوز هذه لها تاثير على الرن اوف ايضا.
خصائص التربة عادة، العفو الجابية، ممكن يجمعونها فيزيائيا في أربع أوصاف فيزيائية، اللي هي number of streams. مو قلنا الجابية بيها streams، فممكن يشوفون عدد القنوات اللي بيها، طول الستريمز، وأكو stream density، كثافة الستريم، والدرينج density. طبعا number of streams معروف هو عدد الستريمز، واللينث اوف ستريمز هو الاطوال مالتها. زين الستريم دينسيتي شنو؟ الستريم دينسيتي نرمز له دي اس، هو عباره عن عدد الستريمز على مساحه الجابيه. يعني فرضا عندنا 10 ستريمز، قسمها على مساحه جابيه مقاسه بكذا هكتار، راح نحصل على الستريم دينسيتي. عندنا الدرينج دينسيتي، هو عبارة عن مجموع أطوال الستريمز على مساحة الجابية. هذا أيضا تلقونه بالهيدرولوجي، وصف فيزيائي يوصف لنا خصائص الجابية اللي هو الدرينج دينسيتي. المهم هذا يدخل في حسابات أكثر تعقيد، يعني خارج منهجنا، يمكن نستخدم ستريم دينسيتي والدرينج دينسيتي. فهسه الان بعد ان شفنا المطر ومسار المطر كرنوف، وشفنا الجابيه وخصائصها، راح نتوصل الى انه اكو فاكتورز، عوامل كلش هواي وكلش عديده تاثر على الرنوف. ولذلك من شبه المستحيل ان اسوي موديل رياضي ياخذ لي هاي الفاكتورات كلها اللي هسه انا هنا ملخصها لكم بهذا الجدول. من المستحيل او من الصعوبه في مكان، رغم انه تطورت الكمبيوترات، بس من الصعوبه ان اجمع معلومات عن كل هاي العوامل اللي تاثر على الرنوف حتى احصل على الرنوف بشكل دقيق. ولذلك احنا ذكرنا هنا طرق مبسطه ومختصره لحساب الرنوف، ما ممكن أن تأخذ كل هاي العوامل بنظر الاعتبار. فعندنا الخصائص مقسمين هنا اللي تأثر، أو العوامل اللي تأثر على الرنوف، قسمناها إلى أربع مجموعات. أولاً خصائص العاطفة، العاصفة لها خصائص، لها شدة intensity، لها طبيعة العاصفة وموسمها، إلها فترة duration، إلها منطقة تسقط عليها أو تتوزع عليها، يسمونها aerial extent، يعني المطر اللي يسقط مقوب ما يسقط على الجابية هاي الكبيرة كلها، يسقط في أجزاء منها، يسمون هذا aerial extent. العاصفة إلها frequency، تكرار، كل نوع وكل عاصفة ذو قيمة مطر معينة تتكرر زمنيا بمقدار معين، فريكوانسي، ودرسنا هذا بالفريكوانسي اناليسز. المفروض عندنا المطر السابق الانتسيدنت بريسيبيتيشن، ان اتجاه العاصفه او حركتها، يعني نعرف انه الجابيه تكون مو بس امطار، بها رياح، وهذه الرياح قد تدفع الغيوم باتجاه معين، فالعاصفة تتحرك باتجاه معين، هذه كلها تأثر على الرنوف. هذه خصائص العاصفة. عندنا خصائص الطقس والجو، الأنواع الجوية meteorological، اللي هي درجة الحرارة temperature، الرطوبة، سرعة الرياح البرجر وتغير البرجر، هذه كلها تأثر على الرنوف. عندنا خصائص الكاتشمنت نفسها والبيزن، اللي هي السايز مالها والشيب والسلوب وإلى آخره، اللاند يوز قلنا، قربها من المحيط، الجبال اللي تحيط بيها، كلها تأثر على الرنوف. وعندنا خصائص الخزن، الديبريشنز، الحفر الموجودة، البونتس، الليكس، البحيرات، الشانلز، هذه كلها تأثر، هاي العوامل بأجمعها تأثر على الرنوف. فقلنا احنا صعب ان ناخذ هذا كلها بنظر الاعتبار وبشكل دقيق، ولذلك حطينا طرق مبسطة سريعة تطلع لنا رنوف. طبعا تأثير كل واحد أو بعضهم هنا شارحينه، مثلا على سبيل المثال
الشده اذا عاصفه مطريه شدتها لو، شدتها قليله وتستمر شويه فتره طويله، هذه راح يكون لها دور او ساهم في الجراوند ووتر بشكل كبير، وبالتالي الرن اوف راح يقل، يعني جزء كبير من الماء راح يروح للجراوند ووتر، فيبقى جزء قليل من الماء يصير رن اوف. فاذا الشده اذا قلت نتوقع رن اوف اقل، بالعكس اذا الشده زادت راح نتوقع رن اوف اعلى، وهكذا. هذا الشده شلون تاثر على الرن اوف. مثلا عندك المطر يقول لك اثناء السيزن الصيف، اثناء الصيف ينتج رن اوف اقل من المطر اللي يصير بالشتاء. هذه تاثير السيزن مال العاصفه. الرطوبه لها تاثير، اذا زادت الرطوبه راح رطوبه الجو هنا يعني. اذا زادت راح يقل التبخر، وبالتالي اذا قل التبخر يزيد الرن اوف. نفس الشيء البرجر وتوزيعه ياثر على حركه العاصفه. هنا شكل العاصفة، هذا الرسم يوضح، العفو شكل الجاذية يوضح لنا شلون يأثر. يقول لك هاي الجاذية اللي يسمونها الفان شيب، اللي هي مثل المروحة، المروحة اليدوية هاي اللي يستخدمونها اللي نفتحها باليد يسمونها الفان شيب، هذه تعطي رن اوف، لأن هذه الستريمز قصيرة وبالتالي الماء راح يوصل هواي، فراح تعطينا رن اوف او شده رن اوف اعلى من هذه اللي يسمونها الليف شيب، اللي مثل الورقه مال النبات، لان هاي بعيده فالماء يمشي على كيفه وما راح يتجمع هنا ماء هواي خلال زمن معين، فيصير الكيو هنا اقل بينما هنا الكيو عالي. يقول لك الفان شيبت كاتشمنت بروديوسز جريدر جريتر فلود انتنسيتي، يعني تصريف فيضان اعظم او اكبر او اعلى من اللي كانها ورقه. ليش؟ لان الفان شيبت كاتشمنت اول تريبيوتريز اللي بيها ار نيرلي نفس اللينث، وبالتالي التايم راح يكون نفسه تايم الكونسنتريشن. طبعا اكو مصطلح مهم اللي هو تايم اوف كونسنتريشن، والتايم اوف كونسنتريشن نقصد به هو الزمن اللي يستغرقه الماي حتى يمشي من ابعد نقطه الى نقطه المخرج. فاذا كان عندنا كلهم نفس الاطوال وقصيرات، معناه الماي اللي ساقط هنا راح يوصل بنفس الزمن اللي يوصل الماء منها، وبنفس معناها شلون خلينا نقول هواي ماء راح يجي ويوصل في نفس الوقت، بينما هنا هذا الماء يوصل بينما هذا اللي بعيد بعد ما واصل، ولذلك هنا بس ماء قليل راح يطلع خلال الزمن. يعني شلون هسه نقول 10 طلاب كلهم وصلوا للباب ما الصف سوى، فمعناها راح يصير عندنا 10 طلاب جاي يدخلون من الباب، بينما لا هنا هذا الطالب القريب يوصل ويدخل على ما يوصل البعيد وراء النوب الأبعد وهكذا. لذلك هذه الشكل مال جابية أو البيزن ينطينا تصريف مال فيضان أعلى من هذا. يعني هنا قلنا الأوتبوت خالين عداد يقيس تصريف، هنا راح يقيس تصريف أعلى من هاي. إذن شكل الجابية له تأثير كبير على الرن اوف. احنا بالاخير الرن اوف يصير تصريف، الرن اوف بالاخير راح يصير تصريف اللي هو كميه ماء ماره في مقطع خلال زمن معين يسمونه تصريف. وهاي بقيه العوامل هنا شارحينها واضحه تاثيرها. احنا نريد شويه نستعجل حتى نوصل ل الطرق اللي نستخدمها لقياس الرن اوف او لحساب الرن اوف.
طلاب واضح لحد الآن طلابي؟ نعم طلاب دكتور، الأعزاء، واضح واضح. أنتم معاي بالشرح؟ الشرح طبعا الهيدرولوجي بيه شرح هواي، وأنا سويت المحاضرات بيها شرح، لأن أريد الهيدرولوجي أريد تفهمون المفاهيم الأساسية بالهيدرولوجي. فكان بإمكاني إنه نتجاوز الشرح، ورأسة القواعد والقوانين الرياضية وشلون نسوي بعض الحسابات. بس هذه ما راح أخليك، راح أخليك عبارة عن رموز حافظها تجي تطبقها بشكل أعمى، وما راح تفهم الهيدرولوجي الصحيح. ولذلك خلينا شرح بالمحاضرات هواي، بس لا تخافون بالامتحان ما راح يجي شرح هواي، سؤال دوس شرح الأكثر راح يجي مسائل، لأن هذا بيكون ضجون من دراسة الشرح. زين، نجي إلى تصنيف السترينز، القنوات المائية أو الأنهار اللي راح تستلم الرانوف. السترينز ممكن نقسمها طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي نوعين، السترينز قسمها إلى الإنفلونت والإفلونت سترينز، والطريقة الثانية قسمها إلى انترميتنت اند بيرينيال ستريمز. شنو الانفلونت؟ هذه الطريقتين هي تعتمد على مستوى المياه الجوفية. الانفلونت ستريم عندما يكون البد مار ستريم، هذا الخط، هذا الخط، هذا الخط اللي هو البد مار ستريم، عندما يكون أعلى من هذا الخط المنقط اللي هو الجراوند ووتر ليفل. إذا كان أعلى فالمياه هنا الموجودة بالستريم أو اللي تجي للستريم من الرنوف وزيد مستوى ممكن أن تخرج خارج الشانل أو الستريم وتوصل للمياه الجوفية، فيسمونها هذه بالإنفلونت ستريم. وهذا النوع من السترينز هذا إذا ماكو أمطار ممكن أن يخسر مياه كله ويظل جاف خالي. Such streams will dry up، يجف تماما completely في مواسم الـ rainless period، يعني في الأوقات اللي ما بيها مطر. هذا يسمونه بالـ influence stream، وإلى اسم آخر يسمونه femarial streams. هنا في ميريال ستريم، شنو معناه ميريال؟ نشوف شنو معنى الكلمة. سريع الزوال، ephemeral ephemeral streams يعني سريع الزوال. ليش؟ لأن المياه الجوفية صايرة أنصى أو تحت البيد ليفل مالته، فالمياه ما تظل محتجزة بالستريم هذا وإنما تغادر أو تترك الستريم. الإفلوينت ستريم بين عكسه، إنه المياه الجوفية، هذه المياه الجوفية تكون أعلى من البيد، وبالتالي إحنا عرفنا إن الرن أوف ثلاث أقسام، ثلاث جريانات، overland flow راح يجي والانتر فلو هم راح يجي للستريم فيزيد لنا الماء، وأيضا أكو ground water flow يجي متأخر وراء أيام أيضا راح يلتحق بالستريم. فهذه كلها ساهم أنه تخلي الستريم هذا ما يخسر الماء مالته ودائما يكون مليان. هذا يسمونه بالإفلوينت ستريمز، ويسمونه ايضا بالبرينيال ستريمز. برينيال ستريمز اي دائمي، هذا دائما تلقاه مليان ماء. طبعا هذا الستريمز ممكن اذا رحتوا المناطق جافه يسمونها اريد ريجن، مثل العراق هسه احنا النوع الهيدرولوجيين يصنفون العراق انه هو اريد ريجنز، يعني قاريه او جافه.
لا تروحون للرمالة، ممكن ان تشوفون شانلز هذه خالية من الماء، شانلز بس ما بيها مياه، لان هي هذه عبارة عن انفلونس ستريم او افيمرال ستريمز. الانترميتنت من اسمه متقطع، يعني اذا اكو مطر راح يكون بمياه، ما اكو مطر يكون جاف، يكون جاف. وهذا ايضا يعتمد على الجراوند ووتر. If the groundwater table lies above the bed of the stream during the wet season, but drops below the bed during the dry season. يعني شنو معناها؟ معناها المطر بالدراي، المياه الجوفية جو البيت. إذا صار مطر وهذا الأمطار كثرت، هذا طبعا الموسم اللي تكثر به الأمطار يسمونه بالوت سيزن، موسم الرطوبة، موسم الأمطار. فالأمطار راح تساهم إنه تخلي المياه الجوفية تصعد فوق البيت، فهذا يظل مليان ماء، هذا الستريم يظل مليان ماء. يعني معناها الانترميتنت يتغير حسب صعود ونزول المياه الجوفية، بينما البرينيال ستريمز هذه حتى بالمواسم الجافة المياه الجوفية تكون عالية، فدائما يكون به ماء، دائما يكون به ماء. عندنا مصطلح مهم بس نعطي تعريف إليه، اللي هو الايزوكرونز. الايزوكرونز هو خطوط، هذه هي خطوط. الايزو مثل ما شفنا ايزو هي تول بالمطر، الايزو يعني متساوية، يعني متساوية، خطوط متساوية. الايزوكرون هنا متساوية مو بالمطر، بالزمن، يا زمن زمن الوصول الى الديسشارج بوينت. يعني هسه اي نقطة هنا على هذا الخط إنها زمن وصول 20 ساعة حتى توصل لنقطة الخروج، وأي نقطة لو أخذها على هذا الخط الماء اللي ساقط على أي نقطة على هذا الخط يستغرق 22 ساعة حتى يوصل إلى الديسشارج بوينت. هذا الخطوط يسمونها بالآيزوكرونز، وهذه راح نشوف لها مهمة أو لها أهمية في انشاء الهيدروغراف. الهيدروغراف لان الهيدروغراف هو عباره عن كيو على المحور الرئيسي مع تايم، فالتايم هنا له دور لانشاء الهيدروغراف. زين، نجي هسه الى هو بعد هاي المقدمه الطويله العريضه حتى نقدر او نعرف شلون نقدر ونحسب الرانوف. طبعا الرن اوف طلاب اذا حسبناه على مدى سنه كامله، حسبنا قد حوض بيزن او كاتشمنت خلال سنه كامله قد تعطينا كميه مياه رن اوف، هذه يسمونها باليلد مال كاتشمنت او الانوال ييلد. يعني هاي الجابيه بالسنه تعطينا حاصل رن اوف او مياه من امطار كميتها هالقد متر مكعب، هذه يسمونها باليل. زين، قلنا الطرق اللي لحساب الرن اوف ان هذين الطرق، راح نحكي عن ثلاثه هسه واثنين في المحاضرات القادمه اللي يتعلق بالهيدروغراف. الطريقه الاولى الانفلتريشن ميثود، تقريبا تطرقنا لها بشكل غير مباشر من حكينا عن الانفلتريشن. قلنا اكو معامل يسمونه بالفاي اندكس، هو عبارة عن عمق المطر يطرحون من الرنوف وانقسمه على مدة العاصفة، تي ار سمينا مدة العاصفة. فكل ما عفوا هنا مو ار، الفاي يساوي ال P ناقص R اللي هو الرن اوف على ال TR.
فقلنا الفاي اللي هو يمثل الخسائر اذا تذكرون، قلنا يحسبونه قاعدين يقعدون، تجي عاصفه معينه يقيسون المطر، والار يقيسونه بطرق معينه عمليه، يقيس البي يقيس الار، اجت عاصفه ثانيه قاس البي قاس الار، ثالثه رابعه الى ان طلع فاي جاهزه. قال بعد منا جاي ما نقيس الار، نحسب حساب انه انا عندي فاي، يعني اذا اجت عاصفه انه الفاي تكون معلومه والبي يقيسها، الار ما هو راح يكون المجهول اللي احنا نريده. فكل اللي يسويه انه يضرب لنا فاي، ننقل الار، هذه الار ناقص ار ننقلها منها، ننقل هذه والفاي تنضرب في التي ار، العفو البي ننقلها تصير سالب، البي تبقى ناقص واي في تي ار. فكل اللي عليه قيس عمق المطر هنا، الفاي بعد ان سوى دراسات على هواي مطر وهواي سيح طلع فاي للجاذيه لعاصفه معينه، فبس فايات لكل عاصفه لها فاي، بس يشوف هاي العاصفه مش قد يستخدم الفاي المناسب يضربها في التي ار. طبعا الفاي في التي ار هو خسائر الارتشاح سميناها، من اخذنا الارتشاح، فالآر راح يساوي بي ناقص واي في تي آر، راح يطلع السيح يقول يابا عندك عمق سيح لهاي العاصفة هالقد، مجرد أن يستخدم الانفليتريشن ميثود اللي درسناها بالفصل أو بالمحاضرة السابقة. هذه طريقة الانفليتريشن ميثود. عندنا الراشنال ميثود يقول اليلد، هنا طبعا اليلد هو نقصد بنفسه الران اوف خلال سنة، هو عبارة المفروض سنوي، هو عبارة عن ثابت يسمونه الرن اوف كوفيشنت، هذا ثابت مهم في المساحة في عمق المطر. فاحنا نعرف عمق المطر يقاس بوحدات الطول مثل سنتيمتر او متر، والاريا بوحدات المساحة لمتر مربع او هكتار. كل اللي عليه انه يضرب الاريا في عمق المطر، طبعا يراعي يوحد جانس الوحدات، واكو كوفيشنت مسوين دراسات وحاطين له قيم ثابته مثل ما نشوف هذا الجدول. فكل اللي عليه قيس عمق المطر، يعني لو تلاحظون كل الطرق تختصر لنا انه بمكان ما نقيس الخصائص هاي الهواي فقط علي اقيس عمق المطر واستخدم المعادلات واطلع الرنوف، ممكن ما اقيس السلوب مال جاذيه واقيس المساحه الاريا الشيب مال جاذيه واحط لها فاكتورات، ومكان ما اشوف الشده المطريه ايش قد والحراره ايش قد وعمليه طويله عريضه، لا كل ما هناك راح اقيس عمق المطر واستخدم هاي المعادلات المبسطه وتطلع لي الرنوف طلع كعمق. نعم هاي المعادلات تطلع لي الرنوف كعمق، اضربها في الاريا راح يطلع كحجم، واذا عندي تايم ايش قد يوصل هذا الرنوف، مو كله يوصل الى الخروج مره واحده، يوصل على فترات راح يطلع يصير ككيو واصل للريفر. المهم فهذه يسمونها الراشنال ميثود اللي هي سي في الاي في البي، اللي هي ثابت يسمونه رنوف كوفيشنت، وهسه راح نشوف شنو الرنوف كوفيشنت شوي من نتقدم بالمثال اوضح يصير. والاريا هنا مساحة الجاذية أو الحوض، والبي هو المطر أو عمق المطر. الكوفيشنت هذا إذا كانت التربة غير نفاذة امبيريمبل أو روكي يعني حجرية يكون عالي السي، من 8 إلى 1. يعني شنو معناها؟ معناها 80% من المطر راح يصير رنوف، خسائر قليله لان ماكو ارتشاح. بينما اذا كانت تربه مثل هيفي فورست تربه الغابات هذه تكون الارتشاح بها عالي لان مساميه جدا،
فمعناها السي قليل 0.1. يعني شنو معناها 0.1؟ يعني 10 فقط 10% من مياه الامطار تصير سايح وتوصل للستريمز للانهار، اما 90% تصير خسائر. هذه ما يسموها بالراشنال ميثود. عندنا الطرق الوضعيه اللي هي اما على شكل تيبلز او كيرفز او معادله. احنا راح ناخذ هنا على شكل معادله، طرق وضعيه على شكل معادله. عندنا معادلتين، المعادله الاولى هم نفس الحاله، تربط لنا الار وعمق المطر. شوفوا بس عمق مطر تقيس، يعني طرق مبسطه تخليك تقيس بس عمق مطر تجي تطبقها. فهذه المعادله الوضعيه اللي هي معادله خط مستقيم، الار يساوي اي ثابت في البي اللي هو عمق المطر زائد بي اللي هو ثابت. هذه معادلة عامة تصلح لأي جاذبية. أنت كل اللي عليك تطلع أي وبي اللي هي ثوابت مال جاذبية، وراح نعرف شلون نطلع الأي والبي بعدين في طريقة الرينفول رانوف كوريليشن. طبعا هاي المعادلة ممكن تاخذ هذا شكل آخر لها، أم السيح رانوف كدالة لعمق المطر. هنا أيضا أكو ثوابت الأي والأن لازم أنت تطلع. طريقة الرينفول رون اوف كوريليشن تعتمد على المعادلة الأولى، يقول لك الثابت A تطلع من هاي المعادلة والثابت B تطلع من هاي المعادلة، وهنا الكوريليشن فاكتور ال R يحسب من هاي المعادلة. يقول لك هاي المعادلة تعطيك رون اوف إلى نوع يعني مقبول، قيم مقبولة إذا كان ال R سمول اللي هو معامل ارتباط اكبر او يساوي 0.6. نوضح هاي الطريقه بمثال سريع. طلاب طلابتم وياي على الخط لو شرحتوا؟ نعم دكتور. المعادله اللي هي طريقه الرينفول رن اوف كوريليشن تستخدم هاي المعادله. هاي المعادلة حتى تكون جاهزة واحسب منها الـ R بعدين من تجي مطرة، كل اللي علي انه اطلع A و B للجابية مالتي ولنوع من العاصفة معين. حتى اطلع الـ A والـ B لازم عندي قيم سابقة، لازم عندي قيم يسمونها history. دائما الهيدرولوجي يعتمد على data يسمونها historical data، قيم سابقة. الهيدرولوجي يحتاج بيانات وايد، وأغلب البيانات تكون بيانات فترات زمنية ماضية. فعندي قيم سابقة حتى أطلع الـ A والـ B. هاي القيم لازم تكون للـ P ولل R للسيح الصدري، يعني واحد قبلي لأشهر أو سنوات سابقة قايس لي عمق المطر والسيح. قبل لا تصير عندي معادله جاهزه احسب بها الصيح مباشره بعد ما اقيس الار. هسه هنا الار بالجدول مقاس قايسينه وحاسبينه بطرق معينه. انا اريد اسوي معادله بعد اللي يجي وراي ما يقعد يقيس يحط اجهزه ويقيس الار، يجي يستخدم معادلتي قبل. فعندي بيانات سابقه حتى هاي المعادله اخليها جاهزه للاستخدام. راح استخدم هاي الـ P والـ R. ليش P والـ R بس؟ لأن لو شوفون الـ A والـ B والـ R كلهم بيهم P والـ R فقط، ما بيهم غير معلومات. والـ N طبعاً هو عدد البيانات اللي هي ناتسة. فالحل أنه أولاً أشوف جدولي شنو يحتاج من توسعة حسب القيم اللي أحتاجها. فأحتاج الـ BR، يعني بالمعادلة هنا عندي BR summation مال BR، واحتاج بعد شنو الار تربيع، واحتاج البي تربيع. فسويت هاي التوسعه بالجدول انه اطلع البي ار والبي تربيع والار تربيع، واحتاج السميشن مالهم كلهم. ذن الاعمده ذن كلهم احتاج السميشن. فكل اللي علي اجيب هاي القيم من الجدول واعوضها بالمعادله. يعني الاي يساوي الام سميشن بي ار الى اخره. الآن 9، هاي 9 لا أخليه summation BR، هذا summation BR أجيبه هنا أخليه.
ناقص وهكذا، اجيب من الجدول واخلي، وراح يطلع عندي الاي سمول 0.4 والبي سمول يطلع سالب 1.7. فمعادلتي لحساب الرن اوف الخاصه بهاي الجابيه، الخاصه بهاي الجابيه اللي لها هاي المعلومات راح تكون هاي. طبعا هاي مو معناها عامه لكل جابيه، لا، الخاصه بهاي الجابيه واعتمادا فقط على هاي المعلومات راح يكون الرن اوف كعمق بدلاله المطر كعمق. هاي المعادله كل اللي علي من صير عاصفه مطريه اجيب العمق مالها اخلي هنا يطلع الرن اوف بالمستقبل، من صير عاصفه مطريه على هاي الجابيه اجيب العمق واطلع الرن اوف اللي هي كميه المياه الناتجه من عاصفه مطريه معينه بعد طرح اللوسز الخسائر. طبعا اطلع الار سمول حتى اشوف هاي المعادله تعطيني قيم مقبوله ولا لا، قلنا الار لازم تكون اكبر او تساوي 0.6، فالار طلعت 0.95 معناها قيمي اللي حصلها انها مقبوله. طبعا هاي المعادله مثل ما تشوفون الار تساوي او هذه هي معادله خط مستقيم الميل مالها هو الاي والبي هو تقاطع الخط المستقيم مع المحور الرئيسي. فممكن استخدم القوانين هذه وممكن من الرسم اقدر اطلع الاي اللي هو السلوب والانترسبشن مقدار الانترسبشن والمحور الرئيسي. فمن الرسم طلع البي ناقص 1.8 والاي 0.4 هي تقريبا قريبه لهاي النتائج 0.44 و1.77. إذا اكو حلين او طريقتين للحل، اما من الرسم او اعتمد هاي المعادلات الجاهزه لحساب الاي والبي. طبعا انت بالامتحان ترسم يدوي فشوف هاي الطريقه جو صعبه، بس لو تقدر ترسمها بالاكسل وتسوي فيتنج كير فيتنج هو راح يطلع لك الاي والبي مباشره بالاكسل، راح يطلع لك اياها بسهوله. اكو طريقه وضعيه ثانيه اللي يسمونها الخوصله، هذه الخوصلة خاصة بالسيح أو الرنوف الناتج خلال شهر. هذه الطريقة قد يكون شهر تقدر تستخدمها سنة، بينما هنا خلال شهر. ويجي واحد يسأل يقول زين إذا أريد أستخدم هاي الطريقة حتى أحصل الرنوف مال سنة، تقول له تستخدمها في كل شهر 12 شهر تجمعهن راح تحصل مال سنة مثل ما راح نشوف في المثال الجاي. طبعا هاي الطريقه تقول السيح يساوي عمق المطر ناقص الخسائر الشهريه. طبعا عمق المطر الشهري ايش قد بالشهر يطيح مطر يسمونه monthly average rainfall، ايش قد معدل مطر شهري، وايش قد عندنا خسائر بالشهر. تطرح مطر من خسائر تطلع السيح بالشهر، يجي ينتج لنا سيح سطحي بالشهر. واحد يقول لي شلون اطلع اللوسز المونثلي لوسز؟ هي مشكلتنا باللوسز العالم، لو اللوسز سهل حسابه ما دخنه. اللوسز هو حاط لك معادله سهله لحسابه، يقول لك يعتمد على درجه الحراره مع الشهر، معدل طبعا درجة الحرارة من شهر معدل. يعني شنو monthly average temperature؟ يعني مثلا الشهر الرابع، خلينا نقول الشهر الرابع قايسين درجة الحرارة مال الشهر الرابع لمدة 10 سنوات مثلا، ومطلعين المعدل بحيث يقول لك المعدل مال الشهر الرابع درجة حرارته على سبيل المثال 20، وهذا يسمونه المونثلي افريج تمبرشر. فاذا درجه الحراره يقول اكبر من 4.5 الخسائر نحسبها من هاي المعادله، واذا اصغر يقول الخسائر تجيبها من هذا الجدول، الخسائر من هذا الجدول. فخلينا نشوف شلون تطبق طريقه خوصله.
أصلا يقول لك عندنا جابية في الهند بها هاي المعلومات متوفرة، اللي هي درجة الحرارة والمطر الشهري. يعني بجانواري درجة الحرارة كمعدل 24 والمطر 0.7، فبروري 27.9. فالمطلوب منك إيجاد الرن أوف السنوي وتحسب لنا الرن أوف كوفيشنت باستخدام خوصلز فورمولا. الحل سهل، انه كل اللي علي كل شهر اجي اطلع الار ام مالته، الرن اوف مالته، واجمع فراح احصل الرن اوف السنوي. حتى اطلع الار ام من معادله خوصله احتاج الال ام، البي ام موجوده بس الال ام ماكو. الال ام اطبق هاي المعادله اذا درجه الحراره اكبر من 4.5. يجي مثلا اول شهر درجة الحرارة 24 وهي أكبر من 4.5، وأضرب درجة الحرارة في 0.48 راح أحصل الـ LM اللي هي طلعت 11.5. الـ RM راح تساوي الـ BM ناقص الـ LM. فبما أنه هذا أصغر، المطر عمق المطر أصغر من الخسائر، يعني معناها شنو؟ ماكو سيح سطحي، يعني كل المطر راح يصير خسائر. نفس الشيء إلى أن دائما أشوف عمق المطر أصغر من الخسائر، إلى أن أوصل لشهر أوغست أشوف عمق المطر أكبر من الخسائر، وراح يطلع لي هنا رنوف. فقط 3 أشهر يطلع لي بها رنوف، يعني جاي أشوف إنه الخسائر كل شيء هو يصير بمياه الأمطار. ولذلك سنشوف بالعراق أمطار قليلة وخسائر الأمطار هواي، ما جاي يصير عندنا رنوف عالي، يعني الأنهار بالعراق ما جاي تتغذى في المياه من العراق وإنما من خارج العراق. فأجمع الار ام كلهم مال سنة كلها راح أحصل الرنوف السنوي اللي هو 12.6.7 سنتيم عمق. هذا الرنوف السنوي كعمق، أضربه في مساحة الجابية يطلع لي كيو كحجم، يطلع لي كيو كحجم. طبعا هذا تشوفه 12 سنتيم تقول قليل 12 سنتيم، بس لأن الجابية مساحتها كبيرة فراح يطلع حجم ماي كلش هواي. الكوفيشن شو يساوي؟ يساوي هاي قانون مهم إله، هو الرن اوف السنوي على المطر السنوي. الرن اوف السنوي مجموع، نجمع الرن اوف بالسنة طلع 12.76. المطر السنوي أجمع الأمطار عمق المطر في كل شهر أجمعهم سوا فيطلع 88.9. فأقسم 12.76 على 88.9 راح يطلع لي السي اللي هو دائما رقم أصغر من الواحد، يطلع لي 0.143. يعني شنو معناها؟ معناها خلال سنة كاملة مطرت الدنيا شقد، فقط 14% من مياه المطر صارت نوف، أما الباقي اللي هو 86% من المياه مال الأمطار اللي سقطت على الأرض صارت خسائر، اللي هي إما تبخرت إما ترشحت إما احتجزت، وفقط 14% من مياه الأمطار قدرت استفاد منها خلال سنة. واضح طلاب درس الرنوف؟ طلابنا الأعزاء. نعم دكتور واضح. أنا شوية طولت عليكم الشرح لأن هي المحاضرة شوية طويلة، بس اللي أرجو أنه افتهمتوا الرنوف، لأن الرنوف مهم، وقلنا الرنوف هو من الأهداف الرئيسية لدراستنا للهيدرولوجي. أنت كمهندس مدني اهتميت ودرست، يعني واحد ما يدرس ويضيع وقت ويتعب بدون فايدة، لازم تعرف كل درس من الدرسة شنو فايدة مالته. فالهيدرولوجي درسناه كمهندسين مدني على مود نعرف كمية الماء اللي راح تبقى وتصفى إنه بعد أن تصير عاصفة مطرية. كمية المياه الباقية سميناها رانوف. واضح طلابنا الأعزاء؟ واحد عنده سؤال طلابنا؟ نعم دكتور واضح. جي مثل ما قلنا بالنسبة للامتحان الرانوف هذا ما داخل المحاضرة، هذه ما بها فيديو يعني يعتمد فقط على الشرح. البي دي اف اعتقد انا مطيه لكم محاضره كبي دي اف مطيها لكم.
المفروض اليوم عندنا محاضرة طبعا ب 12 مشتركة، بس ما أعرف أنا في عندي مراقبات دراسات عليا، ما أعرف أقدر أخذكم أو لا. المهم إذا